بسم الله الرحمن الرحيم. عاملين ايه سنة تانية النهاردة؟ النهاردة احنا هناخد نموذج اللافتة صفحة رقم 53 جزء التعبير الكتابي. يعني ايه تعبير كتابي يا سنة تانية؟ يعني هنعبر بالكتابة، يعني اي حاجة هيطلب مننا نعبر عنها سواء احساسنا او حاجة عايزين يقول لنا نكتبها. تعبير يعني ايه؟ يعني نكتبها زي اللي بيألف كده، زي اللي بيحكي حدوتة، زي اللي بيشرح حاجة بس هيشرحها كتابة. يعني ايه؟ يعني يكتبها. تمام؟ ده عشان كده اسمه تعبير كتابي، مش تعبير ببقنا. يعني لما حد يسألنا يقول لنا احكي مثلا، احكي لي حدوتة، ده اسمه تعبير ايه؟ تعبير لغوي، عشان بنقول ببقنا. تعبير شفوي، بنقول ببقنا، بنقول ببقنا مش بنكتبه. لكن تعبير كتابي يعني بنكتبه بايدينا. طيب تعالوا نتفرج النهارده الدرس اسمه ايه. حاجه سهله خالص ومفيش اسهل من كده، اسمه نموذج اللافته. هنشوف يعني ايه نموذج اللافته ده. يلا بينا. في طريقي وجدت تلك اللافتات. زي اللافتات يعني يافطه، يعني قماشة مثلا أو لوحة مكتوب عليها حاجات. إيه اللافتات اللي ممكن نلاقيها في الشارع؟ زي اللافتة بتاعة المرور اللي هي مثلا معمولة، مثلا هقول لكم رسمتها إزاي، هرسمها لكم. زي مثلا اللي هي معمولة كده مثلا، وممنوع مثلا إيه؟ ممنوع إن إحنا نركن هنا. أو دي لافتات صورة، لكن في لافتات تانية مكتوب عليها كلمات، زي اللافتة بتاعت الانتخابات، زي اللافتة مثلا بتاعت إن هو يدلنا عن مكان معين، زي أي لافتة في المدرسة مثلا عن درس معين، أو لافتة بتقول لنا على نصايح معينة. تعالوا نشوف اللافتة اللي في الدرس النهاردة عبارة عن إيه. يبقى اللافتة دي عبارة عن إيه؟ عن جزء مكتوب باختصار خالص، يا إما بتحذرنا من حاجة، يا إما بتحفزنا، يا إما بتنبهنا عن حاجة. ولازم يكون الكلام واضح ومفهوم وسهل وخطه جميل. تمام؟ طيب تعالوا نتعلم او نقرا اللافته اللي مكتوبه قدامنا دي اسمها ايه. مكتوب لا، لان هي فاكرينها بتاع الدرس اللي فات، لا تكتب على الجدران. زي ما ماما كده تقعد تقول لنا ما ترسموش على الحيطه. الجدران يعني الحائط. واترك المكان نظيفا. وايه؟ وخط جميل اهو، والخط واضح وفهمناه في جملة صغيرة خالص، كأنها حدوتة بس في جملة صغيرة. تمام؟ اترك المكان نظيف. الحاجات دي بنلاقيها مثلا فين اللافتة دي؟ ممكن نلاقيها في المدرسة، ممكن نلاقيها في المتحف، ممكن نلاقيها في مكان أو حديقة عامة. طيب تعالوا نقرأ اللافتة اللي بعدها. تشجعوا اللافتة دي بتقول لنا ايه؟ بتشجعنا على النظافة والمكان والمحافظة على المكان. طيب تعالوا نشوف اللافتة التانية. طلب العلم فريضة. يعني ايه فريضة؟ يعني واجب. يعني إيه طلب العلم؟ يعني الناس اللي بتتعلم زينا كده، زيكم كده حبايبي، اللي لازم نقعد نتعلم كده عشان نبقى شاطرين وبنعرف نقرا وبنعرف نكتب وبنعرف نحسب وعارفين المعلومات العامة اللي حوالينا. طيب اللافتة دي بتفهمنا ايه؟ ان هي بتشجعنا على أهمية ايه؟ طلب العلم. يعني أهمية ان احنا نبقى متعلمين وعارفين العلوم المختلفة. طيب اللافتة رقم 3. كن واثقا في نفسك أنت تستطيع. فاكرين الدرس بتاع الحلقة اللي قبل اللي فاتت اللي اسمه أنت تستطيع؟ طيب كن واثقا في نفسك. يعني إيه؟ خليك واثق في نفسك، يعني خليك شجاع، ما تخافش، ما تتكسفش، لا تخجل. أنت تستطيع يعني أنت تعرف تعملها. أنت بتعرف تلعب مثلا اللعبة دي، أنت بتعرف ترسم الرسمة دي. طيب اللافتة دي بتشجعنا على ايه؟ ان احنا نبقى واثقين في نفسنا. طيب تعالوا بقى نقرا ونحل الاسئلة اللي بعد كده. احنا في صفحة رقم 54. اقرأ ولاحظ اللافتات ثم اكمل. العقل السليم في الجسم السليم.
طيب اللافتة دي بتفهمنا ايه؟ تحسنا على ايه؟ العقل السليم في الجسم السليم. يبقى ايه؟ ان احنا نهتم بايه؟ بالاكل بتاعنا، مش كده؟ الجسم السليم يبقى ايه؟ لو احنا بناكل كويس عقلنا هيبقى كويس. يبقى تحسنا على الطعام الايه؟ المفيد. وبتحسنا على ايه كمان؟ على الرياضة او ممارسة الرياضة، تمام؟ عشان لما نعمل رياضة عقلنا جسمنا هيبقى سليم، فعقلنا هيبقى ايه؟ سليم. لا تهدر وقتك فيما لا ينفع. بتقول لنا ايه؟ يعني ايه لا تهدر وقتك؟ لا تهدر يعني ما تضيعش وقتك فيما لا ينفع، يعني مش كل اليوم نقعد نلعب يا سنة تانية ونسيب الهومورك، صح ولا لا؟ صح. لا تهدر وقتك فيما لا ينفع، لان لسه قايلين من فوق ايه؟ ان العلم، طلب العلم فريضة. طيب لا تهدر وقتك يعني ما تضيعش الوقت عمال على بطال، كل شوية انا عايز العب، انا عايز اكل، انا عايز اعمل مش عارف، اتخانق مع اصحابي، انا عايز اتخانق مع اخواتي. لا، ما تهدرش وقتك، دايما خلي بالنا من الوقت، علشان الوقت اللي بيعدي مش بيرجع تاني. طب الوقت اللافتة دي بتحسنا على ايه؟ عدم اهدار. اهدار الايه؟ الوقت، لان الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك. دي برضو لافتة ممكن نعملها. يعني ايه الوقت كالسيف؟ يعني زي السيف، في ثواني بيعدي، في ثواني بيقطع الوقت بيعدي ومش بنلحق نعمل فيه اي حاجة، ولازم نخلي بالنا من نقطة في اخر الجملة. طيب الماء ايه؟ الحياة. الماء ايه؟ الماء نبع الحياة مثلا، نبع يعني حاجة مهمة للحياة، من غيره ما نقدرش نعيش. يبقى تحسنا على ايه؟ المحافظة على ايه؟ اللي هيقول يبقى شاطر. المحافظة على ايه؟ الماء نبع الحياة، يعني ايه؟ يعني من غير المية ما نقدرش نعيش. يبقى بتحسنا ان احنا نحافظ على ايه؟ على المياه. برافو برافو يا سنة تانية، أنا عايزاكم تفكروا بمخكم. طيب تعالوا صفحة رقم 55، كتابة لافتة. ذهبت إلى مدرستي فرأيت بعض السلوكيات التي لم تعجبني، مثل صديق يسخر من صديقه. فاكرين حازم وصديقه، ولما كانوا مش بيتريق عليه عشان هو مش عارف يقرا والكلام ده، فاكرينه؟ طيب وصديق لا يتعاون مع اصدقائه، واحد تاني مش بيتعاون، فقررت ان اكتب لافتتين لانصح اصدقائي. لو انت شايف واحد بيعمل سلوك غلط بتقول له ايه؟ هنقول له يسخر من صديقه. اول واحد ده هنقول له لا تسخر، لان هي لا تسخر من ايه؟ اصدقائك مثلا. تمام، ممكن نقول له واحد لا يتعاون، ممكن نقول له ايه؟ فكروا كده معايا، واحد مش بيتعاون، يبقى لازم نقول له ايه؟ يجب، يجب يعني لازم أن نتعاون مع أصدقائنا. عرفنا سنة تانية، ونحط لمزة والنقطة، أهم حاجة الجملة تبقى صغيرة وبسيطة وآخرها نقطة. طيب كلمة مناسبة، خط جميل، املة صحيحة، دي أهم حاجة في اللافتة. كلمة مناسبة يعني بتدل على المعنى اللي احنا بنتكلم فيه. خط جميل، يبقى خطنا على السطر والحروف اللي نازلة من على السطر هي بس اللي على السطر. املة صحيحة، والاملة الصحيحة عبارة عن ان لو جملة اخرها هنحط النقطة، المدود هنحتفظ بيها،
لو حاجة فيها تنوين ما نحطش اخرها نون، لا هنحط التنوين صح ون ايه ونحط التنوين فوقه، سواء تنوين ضمة او تنوين فتحة او تنوين كسرة. طيب تعالوا ناخد بطاقة التقييم الذاتي اللي سواء احنا هنعملها لنفسنا لو بتتابعوا معايا وتبعتوها لي، او تصوروها كده بالموبايل وتبعتوها على عندي في الكومنتات علشان نشجع بعضنا ونشوف ايه اللي ناقصين فيه، واحاول ان انا اراجعه معاكم في الدروس اللي جايه ان شاء الله. او ماما ان شاء الله تعملها لكم برضو وتقولوا لها ايه، تعملها لي في الكومنتات علشان اتابع معاكم واحده بواحده، ومش مستعجلين على حاجه خالص، طول السنه قدامنا وهنراجع الاملاء وهنخلي خطنا جميل وهنلتزم بكل قواعد اللغه العربيه وهنبقى شاطرين جدا. طيب احاول ان التزم ولا التزم بعد الوقت بالاملة الصحيحة؟ يعني انت شاطر خالص تاخد ستار ولا تو ستار ولا ثري ستار ولا فور ستار، اربع نجوم ولا تلات نجوم ولا نجمتين، بتبقى عارف الاملة، الاملة من شروطها التنوين والنقط، لو هي جملة مثلا ونحط اخرها جملة والكلام ده، ها بنلتزم. عايزين نبقى ملتزمين دايما بالاملة صحيحة، نعرف الفروق بين الحرف القاف والكاف والحروف المتشابهة الثاء والسين وهكذا. طب خط جميل، خط على السطر زي ما قلنا وعودتكم دايما خط جميل، يبقى نعمل ايه؟ اربع نجوم. كلمات مناسبة يعني كلمات مفهومة، الكلمة لايقة على الجملة اللي احنا عايزين نعبر عنها ولا لا؟ ممكن ايه؟ ممكن نبقى لسه في الاول ناخد ثلاث نجوم، هسمح لكم في الاول ناخد ثلاث نجوم، لكن ان شاء الله الدرس الجاي والتقييم الجاي لازم كلنا نعمل رقم اربعة اللي هي اربع نجوم، تمام؟ هنعمل لافتة تانية ونكتب مهارات جديدة، وهتكتبوا لي اللافتتين دول او نكتبهم مع بعض. يلا مش هخليكم برضو تبقوا ايه ناقصكم حاجة. طب قاعد كتابة اللافتتين بعد ان تقدمت واكتسبت مهارات، اكتسبت مهارات الاملة الزيادة واكتسبت كلمات زيادة، ممكن نعمل لافتات جديدة، نقول ايه مثلا؟ لا تهدر الماء، او نقول ايه؟ ها الوقت كالسيف زي اللي قلناها، الوقت ضم، الوقت كال، يبقى كاف مد كال لام سيف، الوقت كالسيف. ان لم سوري الفاء زودت نقطة، الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك، تمام. طيب ممكن نقول ايه كمان لافتة؟ ها فكروا كده. بر الوالدين، بر الوالدين يعني ايه؟ يعني نسمع كلام بابا وماما. بر الوالدين من طاعة الله، ربنا سبحانه وتعالى بيحب اللي بيسمع كلام بابا ومامته، طاعة دي تاء مربوطة، وهنحط النقط ما ننساش، تمام، عشان يبقى خطنا حلو وفاهمين احنا بنكتب ايه. طيب هنعمل تقييم الأضواء، تقييم الأضواء في بعض الأسئلة هنجاوبها، وإن شاء الله الدرس اللي بعد كده هنبدأ درس جديد خالص. يلا بينا. رقم واحد اقرأ وضع كل كلمة في سياقها المناسب. لافتة بحثاء نشيط، النقط دي هنحط فيها الكلمات دي. رضا تلميذ ايه؟ لافتة ولا بحث ولا نشيط؟ تلميذ نشيط، برافو. فاكرين رضا اللي كان يحب القراءة؟ دي مراجعة عن الوحدة كلها. ولا يهمل دروسه، وفي يوم ذهب رضا إلى المكتبة كي يستعير كتابا. فاكرين رضا كان بيحب إيه؟ يقرأ، وكان بيقرأ كويس وشاطر في شاطر في القراءة. وبعدين ولكنه إيه عنه؟ فلم يجدوا، بحث، بحث إيه؟ برافو الإناهة. لكنه بحث عن كتاب، بحث يعني دور، بحث عنه فلم يجدوا، وظل يبحث إلى أن قال لصديقه خالد: أنا من أخذ الكتاب وقد انتهيت من قراءته، قريته خلاص،
فتناول رضا الكتاب، وعندما بدأ في القراءة سمع صوتا عاليا في المكتبة فصمم لافتة. صمم يعني كتب لافتة زي اللي احنا كنا بنكتبها دلوقتي فوق، لافتة كتب فيها لا ترفع صوتك في المكتبة. دايما بنلاقي الجملة دي في المكتبة محطوطة كده في ورقة على حيطان المكتبة أو جدران المكتبة أو على المكتبة من بره، علشان ممنوع الصوت في المكتبة عشان نقرأ في هدوء. طيب هات من الفقرة كلمة جمعها أيام، أيام كتير، يبقى لو هو حاجة واحدة تبقى اسمه يوم. تعالوا نشوف يوم. في يوم ذهب، يوم، يوم. كلمة مضادها سكت، مضادها يعني عكسها، سكت يعني ايه؟ اتكلم. طب تعالى نشوف تكلم، تكلم، تكلم. لقينا كلمة معناها أو عكسها، سكت عكسها إيه؟ هو ساكت يبقى اتكلم، أو قال يبقى قال. وفي برضو حاجة برضو في نفس المعنى، إن هو سمع صوت عالي في المكتبة، يعني عكس السكوت إن إحنا نسمع إيه؟ صوت عالي. طيب اقرأ في الفقرة مرة أخرى ثم أجب ماذا يحب رضا. رضا كان بيحب إيه؟ القراءة أو قراءة الكتب. طيب كيف ننمي مهارة القراءة؟ إن إحنا إيه؟ نستعير كتابا من المكتبة، نقرأ كتب كثيرة، كثيرة يعني كتيرة، من المكتبة. تمام. اذكر بعض اسماء الكتب او القصص التي قرأتها. اللي فيك وقرأ قصص يكتبها، اللي ما قراش لو حتى قصص مصورة ممكن نكتب اسمها، اللي ما قراش يحاول يدور على في الانترنت على اسماء قصص كده اطفال ويقرأها، قصص قصيرة او قصص زي اللي احنا خدناها في المدرسة السنة دي. تمام. طيب نستخرج من الفقرة كلمة بها تنوين، تنوين ولام قمرية وضمير متكلم وحرف مشدد واسلوب نهي وفعل وكلمة بها مد. هنمشي تاني على الجملة زي ما قلنا قبل كده على القطع ونشوف المطلوب. تمام. كبرها لكم كده شوية عشان اللي موجود نقوم حاطين على طول. أول حاجة رضا، رضا هو مد ألف، رضا. طيب تلميذ ده ايه؟ تلميذ تنوين. نمشي واحدة واحدة علشان نلاقي كل حاجة. تلميذ هو نوعه ايه؟ تنوين بالايه؟ بالضم. برافو عليكم يا سنة تانية. طيب يحب القراءة، القراءة دي لام، 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 ها قمرية. برافو. لام اللام قلناها، وقلنا تاني اللام القمرية سنة تانية، علشان اللي ما شافش الفيديوهات اللي فاتت يبقى مراجع معانا واحدة واحدة، مجرد انه شاف الفيديو خلاص عرف الحاجات كلها. طيب اللام الشمسية، اللام الشمسية ما بتتنطقش، اللام فيها وبيبقى بعديها شدة، الحرف اللي بعد اللام مشدود. اللام القمرية اي تشكيل واي حرف تاني، وايه كل الحروف زي كلمة القمر نطقنا اللام، اللام بتتنطق. القراءة ضمير للمتكلم، ها حد بيتكلم يبقى ايه؟ أنا. برافو عليكم. أنا من أخذ الكتاب، كلمة بها حرف مشدد. تعالوا ندور على شدة، شدة، شدة. بسرعة 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 بعنينا كده نبص. قراءة اللي هي القراءة ايه؟ بالنظر، قراءة بالنظر. احنا قرأنا الأول بسرعة وبعدين نقرأ بنظرنا عشان نجيب الاستخراجات. فصمم. برافو. مين الحرف المشدد يا سنة تانية؟ فصمم. الحرف المشدد الميم الأولانية اللي هي دي.
قلنا رضا بمد نوعه بالألف، بالألف. طيب عايزين فعل ونوعه أسلوب نهي، حاجة حاجة فيها لا. برافو عليكم اللي لسه واخدينها الحصة اللي فاتت أو الفيديو اللي فات، يبقى أسلوب نهي لا ترفع صوتك. تمام، هنقول لا مع الفعل، فعل نوعه بدأ، بدأ. طيب بدأ ده هو بدأ خلاص ولا لسه بيبدأ؟ بدأ، يبقى بدأ ما دي بدأ خلاص. تمام يا سنة تانية اللي بعده، تعالوا هنا نحط بقى، بصوا بقى اتطورنا شوية وهيحط لك بقى بين القوسين حاجة وانت هتكتبها على طول، مش زي الاول اقول لك اكتب انا ونحن، انا انا انت وانت ومش عارف ايه، لا هيقول لك بقى اسم اشارة، ضمير غائب، صوب الخطأ، ضمير متكلم، ضمير مخاطب، هنفهم كل واحدة معناها ايه حتى لو مش فاهمين الاساليب والتراكيب، هشرح لكم واحدة واحدة وهنفهمه. وردة جميلة اسم اشارة، اشارة يعني بشاور عليها، لما اجي اشاور على حاجة بقول ايه هذا او هذه. طيب دي بقى وردة يعني بنوتة، تبقى ايه؟ ها زيهي. برافو عليكم يا سنة تانية، ايوه كده، خليكم معايا مصحصحين. ضمير غائب يعني حد مش موجود، يبقى ايه؟ ها عالم مبتكر، عالم ده مذكر، غايب يعني مش موجود، يبقى مش انت وانتي، انت وانتي لو انا بكلمهم، غائب بقى، غائب يبقى ايه؟ هو وهي. طيب غائب يبقى عالم، هتبقى هو. توماس اديسون شخص، هي عاملها غلط، واو برافو، شخص مقافح، هي غلط كده برضو كمان، صوب الخطأ في الكلمتين الملونتين، يبقى شخص، دي بقى من ايه؟ من مهارات الاملاء بتاعتنا، شخص مكافح بالايه؟ بالكاف مش بالقاف، وشخص بالصاد مش بالسين. برافو عليكم. طيب نحب العلوم، ضمير متكلم، متكلم يعني انا بتكلم اهو عن نفسي، يعني انا موجود، انا موجود، يبقى اسمها ايه لما متكلم؟ يبقى ايه؟ انا او نحن، لو احنا كتير يبقى نحن. طيب هنشوف هي هنا ايه، نحب العلوم يعني احنا كتير، يبقى نحن. برافو عليكم. باحث ماهر، هو عايز ايه؟ ضمير مخاطب، مخاطب يعني لما باجي اكلم حد قدامي بخاطبه، لما اجي اكلم واحد قدامي بقول له ايه؟ انت ولد حلو، وانت ولد جميل، انت او انت، يبقى المخاطب ايه؟ انت او انت. طيب هنا باحث يعني ولد، يبقى انت. برافو عليكم يا سنه تانية، انا عايزاكم صحصحين كده، ولما يجي لنا بقى الحاجات تبدا تبقى شديده علينا شويه نفهمها، نفهمها مش نحفظها. تمام، احنا كبرنا وبدانا نفهم الحاجات. صفحه 58 يلا معايا، عبر مستخدم لنا هي كما في المثال، طفل يسخر من صديقه، هنقول له ايه؟ لا تسخر من صديقك. تمام، هو راسم الاول واحده واحنا هنحل الباقي. طفل يقطع كتابه، هنرسمها ونقول لافته عليها. طفل يقطع كتابه يبقى ايه؟ لا انا ما كتبتش على السطر، ينفع كده؟ لا ما ينفعش، يبقى لازم اكتب على السطر. يلا ها، طفل يقطع كتابه، لا تقطع الكتاب او كتابك. طيب ونقطة يا سنة تانية مهمة جدا، طب هترسم هنا بقى الولد والكتاب هنا ايه؟ اهو، لا انا مش بعرف ارسم كويس بقى، لا هنرسم كويس، هنتعلم نرسم مع بعض برضو. طيب ها الكتاب كده وكده وكده وكده، تمام اهو ده الكتاب،
وفي سطور اهي. تمام ماشي. وولد هنا هيقول هنقول له ايه اهو، وانتوا بقى ايه رسمكم احلى مني، انا عارفه انا عارفه تتريقوا على رسمي، بس احنا اتعلمنا ان احنا ايه لا نسخر، صح كده؟ صح يا زنتان، شاطرين. خلي له شعر كده حلو وجميل. يبقى ايه؟ لا تقطع كتابك، ماشي. وهنرسم هنا واحد تاني اهو اللي هو بيكلمه. تمام، ودي مناخيره اهي، وانا عايزه خطوطكم وايه ورسوماتكم احلى مني الف مره، انا عارفه ان رسمي كده على قدي، بس انتوا شاطرين، انا عارفه ان انتوا اشطر مني. تمام. طيب هو بيقول هنا لا تقطع كتابك. طيب طفل يكتب على الجدران، هنرسم ولد تاني هنا، ولد تاني وقاعد بيشخبط على الحيطة، يبقى لا تكتب ها على ايه؟ الجدران، وقلنا الجدران دي يعني ايه؟ يعني الحيطة، ونقطة اهم حاجة. طب صوب الخطأ فيما يلي ثم هات كتابة الجملة بشكل صحيح، نحن أمارس الرياضة، تنفع؟ طيب النحن دي اللي هنغيرها، يبقى ايه؟ يبقى انا كلمة الملونة اللي تتغير، انا امارس، امارس ايه؟ الرياضة. ينفع اقول نحن؟ لا. طيب ونحط النقطة. يا مريم لا تلعب وسط الطريق، يبقى ايه؟ غلط. لا تلعب هي ولد؟ لا. يبقى يا مريم لا تلعب بالياء اللي بنزودها بعد الياء بعد ايه؟ لا منه، لا النهية، لا تلعبي وسط الطريق. تمام. والنقطة اهم حاجة، انا نأكل طعاما صحيا؟ لا غلط، نحن عملتها سنة كبيرة، نمسح مفيش مشكلة، احنا مع بعض، يبقى نحن، نحن ايه؟ نأكل، صغر خط شوية بقى عشان يبقى خطي امور، صحابنا ما يقولوليش ايه خطي الكبير، نحن نأكل طعاما صحيا، وهنحط النقطة. طب انت تلميذ مجتهد، ينفع؟ لا. يبقى انت، أنت تلميذ، وهنخلينا على السطر، أنت تلميذ مجتهد، برافو عليكم. وده تنوين، مجتهد ما ينفعش نحط نون، بيبقى تنوين، خلي بالكم. احترام الكبير، ده خط النسخ، احترام الكبير من حسن الخلق، هنكتب الكلمة كلها، وزي ما قلنا ناخد بالنا من نقطة في آخر الكلمة، والكلمة كلها على السطر، والحروف قصاد بعضها، أنا هكبرها شوية علشان أكتبها بخط جميل وتكتبوها معايا بخط جميل. يلا ها هنكتب الكلمة تحت الكلمة أهو، وناخد بالنا من التشكيل، برافو عليكو اهو، شايفين خطي بقى حلو ازاي اهو، الكبير تحت الكبير، الكبير والراء هي اللي تحت، من حسني الخلق. تمام اهو، والنقطة. تمام، وهنكتب دي برضو ونمشي عليها. طيب الإملة، تعالوا نتملوا حبة كلمات، يلا. ص
صديقي برافو اللي خدناها المرة اللي فاتت. ها صديقي، ها نتملى ايه كمان؟ ها لافتة، لافتة، فتة، ها لافتة برافو، تاء مربوطة. نتملى ايه كمان؟ محب، محب، نتملى ايه كمان؟ اهتمام، اهتمام، مد بالالف برافو. ها نتملى ايه كمان؟ فكروا معايا، ها اقول لكم ايه كلمة كمان؟ كلمة ايه؟ ها يلا سنة تانية نفكر. الكبير، ال، هاخد كل الكلمات اللي من الدرس. الكبير، الكاف فلتت مني. طيب الكبير، وهنتملى ايه كمان؟ حافظ، هناخد بقى جملة حافظ مد ألف، على، خدنا كلمة على قبل كده، نظافة، المدرسة، المدرسة، ونحط نقطة بدل قلنا جملة، حافظ على نظافة المدرسة. واحدة واحدة هنقول كلمات وبعد كده نقول جمل. يلا بصوا بقى يا حبايبي، المرة الجاية إن شاء الله هناخد الوحدة أو الموضوع رقم 2، أهتم بنفسي، ونحكي حدوتة جميلة. تابعوني المرة اللي جاية إن شاء الله علشان نشوف الحدوتة دي فيها إيه، فيها حاجات جميلة خالص. يلا تابعوني، وما تنسوش اللي فايته حاجة يراجع عليها من الدروس اللي قبل كده، واللي مش فاهم يعيد الدرس تاني. وزي كل مرة بقول لكم اتفرجوا على الدرس قبل ما تروحوا المدرسة عشان تبقوا أشطر ناس في الفصل وفاهمين قبل إيه؟ قبل أصحابكم، وقبل ما المس تشرح هتكونوا فاهمين، تفهموا منها مرة تانية وتيجوا عارفين كل حاجة، والعربي يبقى أسهل مادة عندكم. يلا استنوني المرة الجاية في قصة الاستماع، لدي أسنان جديدة زيكم يا حلوين. يلا باي باي.